أوديو لابي، شارك المعرفة. هل سبق لك أن تسألت عن كيفية قيام رواد الأعمال الأكثر نجاحاً في العالم بجدولة يومهم حتى يظلوا في قمة المنافسة؟ الجواب بسيط للغاية، وهو من خلال إجراء بعض التغييرات على نمط الحياة واعتماد عادات جديدة. يشترك جميع الأشخاص الناجحين للغاية في شيء واحد، وهي العادات العظيمة والروتين المنتج. لذا إذا كنت تريد أيضاً أن تحذو حذو رجال الأعمال العظماء مثل جيف بيزوس أو ريتشارد برانسون، اكتشف العادات التي تغير حياتك التي يمكنك تبنيها اليوم. أولاً، تمرن. عندما ننشغل فإننا نميل إلى ترك ممارسة الرياضة. أنا مشغول جداً، لدي الكثير من العمل للقيام به، أنا متعب جداً. لقد استخدمنا جميعاً هذه الأعذار، لكن يجب أن تعطي الأولوية للتمرين على رأس قائمتك إذا كنت ترغب في الحفاظ على عقل سليم. في الواقع يجعلك التمرين أكثر وعياً وإبداعاً. جميع القادة العظماء مؤمنون أقوياء بالتمرين. خذ ريتشارد برانسون على سبيل المثال، يستيقظ في 5 صباحاً كل صباح للجري أو ركوب الدراجة، ويصر على أن هذه العادة اليومية ساعدته على زيادة إنتاجيته، ونتيجة لذلك أصبح الرجل الناجح الذي هو عليه اليوم. ثانياً، لا تشتت انتباهك. من السهل أن يتشتت انتباهنا في عالم اليوم، من مقاطع الفيديو المضحكة على تيك توك وفيسبوك إلى التمرير اللانهائي على إنستغرام والميمات المضحكة على تويتر، ودعونا لا ننسى أيضا قصص سناب شات. لكن لا تحاول أن تدع هذه التسلية التي لا معنى لها أن تأخذ أجزاء من وقتك. بدلا من ذلك، حدد ساعة معينة حيث يمكنك تصفح وسائل التواصل الاجتماعي دون تفكير، مثل ساعة الغداء على سبيل المثال. وبالمثل، لا تقضي ساعة في مشاهدة حلقة تلو الأخرى من مسلسلك المفضل أثناء تأجيل مهمة بالغة الأهمية. ثالثاً، احصل على ليلة نوم هنيئة. يمكن أن تجعلك مشاهدة البرامج التلفزيونية المفضلة لديك بنهم أقل إنتاجية في الصباح، حيث من المحتمل أن تكون محروماً من النوم. لذلك من الضروري أن تحصل على نوم هنيئ لضمان حصولك على الصمت الذي تشتد الحاجة إليه والذي تستحقه. بينما يمكن أن يدعي بعض الناس أنهم يعيشون بأقل قدر من النوم، فإن الكمية الموصى بها للبالغين هي 7 إلى 8 ساعات. إذا وجدت أنك تحصل على أقل من ذلك بانتظام، فقد تحتاج إلى إجراء بعض التغييرات الرئيسية على نمط نومك. رابعاً، تعلم أن تكون من المستيقظين في وقت مبكر. وبالمثل، يمكن أن يكون للاستيقاظ مبكراً فوائد إضافية في روتينك اليومي. لا يمنحك الوقت فقط لإكمال الأشياء في قائمتك الشخصية، ولكنه يضمن أيضاً أنك مستعد جيداً لليوم التالي. بصفتك مستيقظاً مبكراً، يمكنك ممارسة الرياضة وقراءة كتاب والكتابة وتنظيم أفكارك والتأمل قبل أن تصل إلى مكان عملك. وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب البدء به، فبمجرد أن تعتاد على الاستيقاظ أبكر بساعة أو ساعتين، ستشعر بتحسن كبير وثقة أكبر بنفسك. خامساً، حدد يومك. من خلال تخطيط ليومك ستحصل على فكرة واضحة عما يمكنك وما لا يمكنك تحقيقه، وسيكون لديك جدول زمني يجب عليك الالتزام به حتى لا تخرج عن المسار الصحيح وتشتت انتباهك. كما أنه سيقضي على أي شعور بالقلق، لأنك ستعرف ما عليك القيام به لهذا اليوم. حتى إذا خرجت خطتك عن مسارها، فستتمكن على الأقل من رؤية ما حققته وما تحتاج إلى تجربته وإنجازه في اليوم التالي. سادساً، غذي دماغك بالطعام المناسب. أعلم أننا أكدنا على هذه النقطة عدة مرات، ولكن تغذية عقلك بالطعام المناسب أمر مهم للغاية. التغذية الجيدة والأكل الصحي مع الحفاظ على ضغط دمك منخفضاً وعملية الأيض لديك وتشغيل عقلك.
ومع ذلك إذا كنت تفرط في تناول الكربوهيدرات وتخزينها فستلاحظ انخفاضا في مستويات الطاقة لديك وتوقفا في إبداعك. سابعا، أحط نفسك بالأشخاص ذوي الدوافع العالية. الأشخاص الذين تحيط نفسك بهم يكون لهم تأثير على يقظتك أكثر مما تتخيل. إذا كنت تقضي الكثير من الوقت مع رواد الأعمال ذوي الدوافع العالية والمتشابهين في التفكير، فستشعر أيضا بالإلهام لبذل المزيد والسعي لتحقيق النجاح. على العكس من ذلك، إذا قضيت وقتا طويلا مع شخصية كسولة وسلبية، فسوف ينتهي بك الأمر بالشعور بالإرهاق والإحباط للعمل الجاد. لذا كن حذرا من الأشخاص الذين ترتبط بهم ومن تثق بهم. ثامنا، جد وقتا للاسترخاء. على الرغم من أنك تسعى جاهدا لتحقيق أقصى استفادة من يومك، فمن الضروري الاسترخاء والراحة لتجنب الشعور بالإرهاق. سواء كنت تقرأ كتابا أو تستحم أو تشاهد تلفازا رديئا أو تذهب لتناول مشروب مع الأصدقاء، فأنت بحاجة إلى تضمين بعض الوقت في جدولك الزمني. يستغرق معظم رواد الأعمال الناجحين ساعة قبل وقت النوم للإسترخاء وتحديد ما حققوا خلال اليوم. بعد كل شيء يمكن لعملك أن يكون في حالة جيدة فقط إذا كنت كذلك. تاسعا، الاستماع إلى تحفيز الموسيقى. الاستماع إلى أغنية تحفيزية في الصباح يمكن أن يجعلك تشعر بالحماس طوال اليوم. يمكن أن تؤثر الأغنية الجيدة على مزاجك وتجعلك تشعر بالنشاط والثقة. ومع ذلك يمكن للأغنية الحزينة أن تفعل العكس وتجعلك أكثر عاطفية. خلال تنقلاتك اليومية من الضروري الاستماع إلى موسيقى راقية. ووفقا لسيكولوجي توداي، يمكنك استجلاب الحالة المزاجية أو العقلية أو الإدراك عند الطلب عن طريق اختيار الموسيقى التي تثير استجابة عاطفية محددة فيك. عاشرا، التأمل. يتجاهل الكثير منا فكرة التأمل لأنه شيء آخر نحتاج إلى محاولة دمجه في روتيننا اليومي، لكن جميع القادة الناجحين تقريبا يأخذون 10 دقائق من يومهم لممارسة تنفسهم للتأكد من أن أفكارهم ومشاعرهم لا تخيم على حكمهم. 11، ضع قائمة بما أنت ممتن له. من خلال التركيز على الأشياء التي تكون ممتنا لها، فإنك تميل أكثر إلى الحصول على نظرة إيجابية لحياتك الشخصية والمهنية، وستكون أكثر ميلا لتحقيق المزيد كنتيجة لذلك، كما أنه سيمنعك من الخوض في أي جوانب سلبية في يومك. يمكنك ممارسة هذه العادة عند الاستيقاظ وقبل الذهاب إلى الفراش للتأكد من أنك تسعى جاهدا لتحقيق السعادة والنجاح. 12، ابقى منظما. يمكن أن يساعدك البقاء منظما حقا في تحقيق المزيد وتحقيق أقصى استفادة من يومك. يمكن أن يظهر النظام في أشكال عدة، من إنشاء قائمة مهام إلى الحفاظ على مكتبك مرتبا وتحديث ملفاتك ومساحتك الشخصية بترتيب. يمكن أن يعني النظام أيضا أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. المهم هو كيف تفسره لتلتزم بخطتك الشخصية. 13، انفصل عن العالم الرقمي. قد تكون محاولة مواكبة حالتك الاجتماعية في العالم الرقمي المتطلب أمرا مرهقا، ولهذا السبب من المهم جدا قضاء جزء من يومك في وضع عدم الاتصال حتى لو كنت مؤثرا أو مديرا على وسائل التواصل الاجتماعي. أنت بحاجة إلى وقت بعيدا عن أجهزتك الإلكترونية لإعادة شحن بطاريتك وإراحة عينيك وعقلك. 14، احتفظ بمفكرة. الآن لقد أثبت أنك بحاجة إلى تدوين كل خطوة تقوم بها، ولكن إذا كنت تستثمر حقا في تطويرك فيمكنك أيضا الاحتفاظ بمذكرات. في يومياتك قم بتدوين الأهداف والإنجازات التي تريد تحقيقها على المدى الطويل. بهذه الطريقة يمكنك أن تأخذ أحلامك وتحولها إلى حقيقة. يجد بعض الناس أنه أكثر قابلية للتحقيق إذا كانت الكلمات مكتوبة على الورق، وكتابة شيء ما يساعد عقلك على تصديق أنه حقيقي.
15. ابق على اطلاع على اتجاهات الصناعة. ستساعدك مواكبة اتجاهات الصناعة على توقع الحركات والاستعداد بشكل أفضل لأي تغييرات كبيرة، سواء أكنت تضع إشارة مرجعية على المقالات لقراءتها خلال ساعة الغداء أو تشارك المعلومات على ملفك الشخصي على اللينكدين. فمن الضروري أن تظل على دراية بهذا المجال. إذا كنت المدير فيجب أن تكون أول من يعلم وأول من يعلم بقية أعضاء فريقك. قد يكون من الصعب البدء بإضافة عادات جديدة إلى روتينك، ولكن بمجرد الانتهاء من ذلك ستكون على طريق النجاح في ريادة الأعمال.